مكملين نحن بصباحنا لليوم. اليوم فقراتنا عم تكون هيك تهيئ وتجديد لانفسنا، كونه نحن هيك على العيد حكينا اكسسوار، حكينا تصميم، ان شاء الله يكون هدول معلومات استفادت منهم الصبايا، بس هدول القصص ما بتكمل بلا لمسه الميك اب. بلا الميك اب صحيح، وهون يعني اهتمام كثير عم بيكون للصبايا، وقديش هلا مكياج العيد يمكن له يعني كمان بيختلف بين نهار وبين ليلي اكيد، وحسب كل حدا شو بيلبق له. نحن ما فينا اليوم ناخذ كل الاوجه بميك اب واحد، تفاصيل اكثر واكيد ايضاحات حتجاوبنا عليها خبيره التجميل ريما احسينه. بدي لك سعد صباحك يا ريما. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ كيفك رشا؟ صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. امين. نصبح على انجي كمان. صباح الخير. يعني ريما هي اللي دائما هيك مسؤوله عن اطلالتنا بالصباح، كنا نتشكرك يعني على الهواء، واكيد انجي كمان بتكون شريكه بصباحاتنا احيانا. اليوم حابين هيك نفيد كل الصبايا، ونبلش هيك فورا باول سؤال، شو الموضه؟ مثل ما بنحكي بموضه بالاكسسوار، مثل ما بنحكي بموضه بالازياء، كمان بالميك اب عم يكون في صيحات جديده. هلا موضه الصيف 2022 هلا كثير دارجه الالوان الجريئه والقويه. حكينا نحن من فتره عن الوان الشتاء والوان الخريف. السنه هلا في الوان الجريئه، مثلا عندك اللون الازرق الاخضر، ودائما يحط فوق منه الجليتر. فالصيف هي الوان الجريئه كثير كثير دارجه هلا هي السنه. طب هدول ريما نحن اليوم قادرين كل الصبايا يستخدموا هدول الالوان؟ احيانا نحن بنعرف الالوان الجريئه بتظهر الدفويات بالوجه، يعني بتعطي ممكن تظهر انه شيء عابي بالوجه، يعني مو الكل اللي بيلبق له اليوم يحط هذا اللون؟ لا اكيد مو الكل اللي بيلبق له، نحن هو كل عين شو بيلبق لها، وممكن نعمل موضه. على فكره الموضه اللي بتدرج مو كل الصبايا بتلبق له، اكيد يعني شيء ضمن كيف العين شو بتلبق لها، ممكن نضيف هاي الاضافه الشيء الموضه. مثلا يعني هلا هون الصبيه مثلا عينها مبطنه، ممكن انا دارج مثلا السموكي وفوق جليتر، مو شرط يلبق لها لانه عندها عطبتينه خفيفه هون بعينها، فممكن اشتغلها مثلا انا على العين المتحركه. هلا دارج كثير على الجفنين، الجفن العلوي والجفن السفلي، انه ينحط الوان قويه جريئه غامقه وندخل معه الجليتر. هلا هيك اكثر شيء دارج. نعم. طب ريما نجربها قبل يعني. اول شيء بدنا نجربها هي القصه اللي حكيت اياها طبيعي علينا يعني الواقع. طيب قبل ما نبلش بالميك اب، نعرف انه في شيء تحضير للبشره بيكون، وخصوصا بالصيف او بالشتاء دائما في بعض الصبايا بيعانوا من مشكله الجفاف. خلينا نحكي قبل ما نبلش بالميك اب كيف ممكن نحن نحضرها. اكيد هلا نحن قبل ما نعمل ميك اب لحتى نحمي البشره المفروض نحن نحط برايمر، كريم مرطب. بس كل بشره بيلبق لها نوع معين، يعني مثلا عندك البشره الدهنيه ما فيك تحطي لها برايمر او مرطب يكون فيها نسبه الزيت قوي، المفروض يكون نسبه الزيت فيها اقل لانه بشره دهنيه. البشره مثلا الجافه لا، بدنا تكون نسبه الزيت فيه اقوى. البرايمر هو بيعمل حمايه للبشره، ترطيب، حتى بيمد الفون، بيكون انسيابي سهل واحلى. بيعمل طبقه وبيقولوا بتسكر المسامات. خلينا نبلش مع انجي لنشوف اليوم شو بدنا نعمل لانجي اليوم، شو عم تساوي لها هلا؟ بدي انا اشتغل لها شوي، صحيح نحن الصبح، بس بدي اشتغل لها شوي الالوان هلا الدارجه القويه. بدي استخدم لها شويه جليتر، يعني معلش لو الصبح اليوم استخدمتي لانجي الكونتور، كثير دارج قصه الكونتور. اي تمام. هلا اي استخدمت تمام الكونتور. هلا الكونتور كمان كثير شيء حلو للوجه، هو فن الرسم او فن تغيير للوجه، يعني عندك مثلا اشكال لوجوه ممكن يكون وجه مطاول او مستطيل، فبيكون الجبهه متساويه مع عرض الهي. فنحن مثلا عندك هون الجبهه مثلا متساويه مع عرض الجسم، فانا بدي انحت الجبهه وانحت من هون. وفي عندنا كثير وجوه عندها مثلث مثلا بهالشكل، هذا مثلث بيكون هون ضيق وهون عريض، فكمان النحت بده ينشغل مثلا هون ضيق بده ينشغل على هذا العرض لحتى انا اخفف العرض. كثير حسب اشكال الوش، يعني عندك الوش المدور والوش البيضاوي، كل وجه له رسمه محدده او كونتور محدد. طيب هلا انا رح بالنسبه يعني اشرحي لنا شو رح تطبقي ميك اب وانت عم تشتغلي بالتفصيل. انا الصبيه عينها شوي مبطنه، فانا رح طبق لها على التبطينه هون، بدي اشتغل لها هون، رح اشتغل لها انا على الجفن المتحرك مثل ما الدارج، بس رح احط لها الفاتح هون وبدي اشتغل لها الغامق هون. ليه الغامق ريما؟ بيقولوا ليه يعني انت مبطنه هون، عندها تبطينه خفيفه بيغطي، لازم تماما بيغطي وبيبرز لها العين الجفن المتحرك.
هلا نحن فينا نستخدم الكونتور بالعين او لا؟ لا بالعين لا، الكونتور لا، دائما الكونتور بيكون على الجبين، الانف، الخد، العظمه هون، العظمه او الدقن حتى اذا طويل، هدول فينا نستخدم. والوانهم؟ الوان؟ عم شوف الوان الكونتور عم يجي الغامق، الوان الكونتور فاتح. الكونتور، الالوان الكونتور الغامق دائما بنستخدمه لتصغير الاشياء الكبيره، والفاتح دائما بنستخدمه الفاتح لحتى اذا بدنا نبرز شيء. فمثلا عندنا الانف هون بنحط الغامق هون لحتى نعمل تصغير للانف، او اذا بدنا نبرز الخدود بنشتغل بهالطريقه هون مثلا. خلينا نشوف شيء بهالطريقه هاي لحتى نبرز خدنا اشتغلنا هون كونتور كمان الواحد طريقة بالغامق لحتى نبرز لها الخدود شوي. حتى الفرشايه يمكن تلعب دور صح؟ تماما لكن كل فرشايه الى شيء، فرشايه دمج، فرشايه للفاتح، فرشايه مثلا لمد الفون، كل فرشايه الى شيء الى شغل. ريما حابين هيك نشوف اللوك النهائي كيف راح يطلع، عشان هيك خلينا شوي نعجل ونشرح اكثر شو الالوان اللي عم بتحطيها او شو الاطلاله اللي بدك تسويها بالنهايه. انا راح استخدم لها هلا دارج كثير الالوان البحريه، الوان الازرق ومشتقاته كثير هلا السنه، دارج الاخضر كمان ومشتقاته، فانا هلا عم بشتغل لها على هو لبسة، عم بشتغل لها على الازرق ودرجات الازرق. طب ريما اليوم الدمج، يعني بتحسي اليوم الميك اب العين كثير بيعتمد على موضوع الدمج، يعني احيانا من اثنين بيحطوا نفس الالوان ولكن كل حدا بتكون رسمه غير، يعني الصبايا تماما هلا مو كل الصبايا بيلبق لهم الالوان دائما على هوا العين، يعني مثلا الصبيه ممكن بيلبق لها هون الغامق، صبيه ثانيه ما بيلبق لها اجباري بدي احط لها فاتح، لانه في عندنا عيون مبطنه، عيون مدوره، عيون غائره، حسب كل عين انا بستخدم. هي الجليتر اللي حكيت عنه، هي الجليتر اللي دارج، يعني انا وقت بدي احط لها مثلا استخدم لها لهون هون هذا الدرج بدي استخدم لها الجليتر فوقها بس بشكل انه يناسب اللون اللي انا حاطط له اياه. شو بيعمل هذا الاضاءه للعين؟ شو يعني شو ممكن تبرز الالوان اللي انت مستخدمتيها او ليه؟ الالوان اللي استخدمتها هلا الجلتر، يعني اليوم نحن ليه بنروح عليه؟ ليش نستخدم الجلتر؟ شو شو اللي بيعطيها الاطلاله؟ هي موضه، هي خبراء التجميل السنه الصيف، هي خبراء التجميل يعني موضه الجليتر طلعوها انه كثير دارجه، عرفتوا؟ هلا الجليتر هيدا لاقول لك شغله، هلا مثلا مثل نحن اليوم الصبح اكيد هذا المكياج مو للصباحي، مو للصباحي اكيد هذا، لا اكيد مو للصباحي مش عمل هذا المكياج، يعني ممكن لسهره على حفله بنستخدم هي الجليتر، اما للصباحي لا اكيد بيكون غير هيك. طيب هذا بده رموش، تركيب رموش ولا لا؟ ممكن ايه طبعا احلى، هلا على الرموش بيطلع كثير احلى اكيد، مو للصباحي كمان. طيب ريما شو المكياج العين هو الاساسي بالوجه دائما؟ يعني اليوم بتحسي انه اطلاله الصبيه بتطلت عيونها، دمج الشادو وهدول القصص، شو اكثر شيء بيمرق عليك انه صعوبه بمكياج العين يعني او موديل العين تحاولي انك تلعبي على هي القصه بالميك اب؟ اكثر شيء انا بحبه يعني بالعين او اكثر مشكله يعني انه ممكن انه انت تحاولي تخفيها، انه شيء صعبه يعني. هلا شوفي، هلا اللي بيشتغل بمجال التجميل ما بيلاقيش في شيء صعب عليه، يعني عندك مثلا في عيون، في عين مثلا ممكن تكون كذا عين بعين واحده، كذا عين ممكن تكون عينها غائره وعين غير مبطنه وجاهزه كبيره، يعني في عندك ثلاث شغلات بشغله واحده، ثلاث انواع عين بعين واحده، يعني بدك تشتغلي على ثلاث، فهي ممكن تلاقي فيها شويه صعوبه بدك تشتغلي ثلاث شغلات سوا. ما بتخاف والا لا، لك بيشتغل بالمكياج هيك ما بيلاقي شيء صعب. وهي وظيفه المكياج اليوم انه يصلح هي العيوب او حتى يبرز محاسن بالوجه ما كثير بتكون واضحه. ايه تمام. الوقت هيك عم يبلش يروح منا ريما، فخلينا نشرح اكثر شو طبقتي وشو ضل لسه لتكمل الاطلاله. هلا انا للصبيه اشتغلت لها، فيني اقول لك سموكي على العين المتحركه، اشتغلت لها اللون الغامق اللي قريب للجاكيت اللي لابسته، ورجعت استخدمت لها الجليتر فوق منه. هلا هي عينها كونها مبطنه او نص تبطينه، المفروض انا احط لها الفاتح هون، فانا لما حطيت لها الغامق رجعت فتحت لها بالجليتر واعطيتها لزاويه العين اضاءه. حلو، بتظهر الاضاءه، بتعطي جماليه اكثر للميك اب صح؟ تماما احلى بكثير، يعني حتى الجفن الفوقاني راح اخليه للغامق، ما راح اقرب للجليتر عليه ابدا. ممكن في عيون ممكن انا اعطي اكثر
اعطي السموكي اكبر من هيك واعطيه كله جليتر. عينه للصبيه ما فيني اعطي طيب جليتر لفوق العين كون عينه مبطنه. طيب ريما، كثير صبايا اليوم بيتابعوا على السوشيال ميديا فيديوهات او بيحبوا يصيروا يمتهنوا مهنه المكياج، يصيروا ماكيره. طيب شو الطريق اليوم ليبلشوا بهي المهنه؟ رح اقول لك هلا، كثير صبايا ممكن يتبعوا دورات لحتى يتعلموا فن الميك اب، وفي صبايا بتكون عندهم موهبه، يعني هن موهبه، عندهم موهبه الرسم او موهبه بيحبوا هيدي المهنه، فممكن يشتغلوا فيها وكثير كثير ينجحوا فيها. بس انا برايي دائما اللي بيكون عن دراسه عن دوره احسن، لانه بيعرفوا كل عين، يعني بتكون الدراسة كل عن أنواع العيون وكل عين شو بتحب، كل وجه يعني بتكون شاملة الدورة بدراسة أحسن من اللي بتكون عن تجربة. أكيد يعني الكورسات كتير مهمة. هلأ وقت مشوف على النت، أنا كنت حاول جرب يعني بس ما بعرف شو يصير، يعني مين يطلع. أنا لهلا ريما بتحاول تخليني أنا حاول يعني ببلش نتعلم. يعني ريما على طول بتعطينا فرصة إنه نحن اليوم نتعلم شيء، نعرف كيف نطبق الميك اب. بس شو رأيك بطلابك اليوم ريما؟ أنا أزلكم خليكم تحاولوا بكرة الصبح على الهواء. شو رأيك بطلابك بس قولي لي؟ غير شكلهم. بتلاقي في بنات إنه إيه أوكي بيلقطوا هي التفاصيل، ولكن في بنات بتضل صعبة عليهم، ولا كل البنات قادرين اليوم يتعلموا؟ هلا شوفي، هلا نحن صرنا لمرحلة كل البنات تقريبا بتعرف في فن المكياج وبتقدر هي تمكيج حالها. كونه احنا عنا وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت واليوتيوب، فيها تدخل على اليوتيوب اذا كان عندها شوية موهبة، فبتقدر انها تنفذ هالشي من خلال الفيديوهات. طيب بس برجع بقول لك عفوا، ايه الاطلاله بلشت تخلص ريما او خلصت؟ فينا نعتبرها ايه تمام. هلا بس نحط لها شوية مسكرة مشان ناخذ لها هيك لقطة لوجهها لانجي اليوم. حط لها شوية مسكرة على عينها. مسكرة دائما هيك بتعطي لمسة إضافية. مسكرة هي يعني بتكمل مع العين. كمان هي عم نتعلم تقنية إنه بتشد الجفن لفوق. لحتى ممكن خليها تغمض، نشد الجفن لفوق وبهالطريقة هاي ممكن ناخذ لها بتبين جمالية الشدو هاي ونرجع نرفعه لفوق. تمام. في كثير صبايا ما بيعرفوا كيف يحطوا مسكرة صح. حتى المسكرة عم نقول حتى المسكرة إلى قاعدة بكيف حتطبقيها على الرمش تماماً. يعني تماماً. أنا بمسك العين خليها تغمض مثلاً عينها، بشد الجفن بهالطريقة هاي. ممكن حتى قلت لك المسكرة ممكن مسكرة لتحت شوي مشان الرمش كله ياخد من المسكرة، بعدين برفع لها الرمش لفوق. فينا نعتبر الإطلالة خلصت ريما؟ بس اللاينر معلش يلا بس لو سريعاً يلا أوكي. الفقرة الأساسية اللاينر يلي ثلاث أرباع الشباب ما بيعرفوا يلفزوها، واللي ثلاث أرباع البنات فاشلين اليوم بيعملوا. طيب فعم نشوف هلا على السوشيال ميديا اللاينر الجرافيك يلي بيكون دبل لاينر، إذا من دبل لاينر تماما. هلا رح أقول لك شغلة، كثير دارج اللاينر، كان أول دارج يعني يعتمدوا اللاينر العريضة. هلا أكثر شيء كونه عم يعتمدوا الرموش فاللاينر رفيعة، وممكن تكون دبل لاينر نرجع اللاينر بالأخير نعمل لها دبل لاينر لجوا. فكتير هاي درجة مع الدرجة اللاينر العريضة أبدا أبدا، لأنه عم يعتمدوا رموش، وحتى لو ما اعتمدنا رموش نفس الشيء كمان نعتمد اللاينر الرفيع. الحواجب عندك كمان هالي. الحواجب هلا كتير شيء مهم وأساسي للوش. دارج هلا شوفي قد كانت موضة قديمة الحواجب الرفيعة، رجعت الحواجب الرفيعة ورجعت لك الحواجب اللي فيهم شوي شعر، فقط تكون طبيعية نشطة بهالاتجاه هذا وبس نعبيها يعني بشكل عشوائي بدون تحديد ابدا. الفترة الماضية اذا بتتذكروا كثير كان في نشتغل على الحواجب بتحديد كثير قوي، هلا لا بدون تحديد نشط الشعر لفوق اقرب للطبيعة عشوائي يعني يضل عشوائي او ممكن اللي بتحب لحواجب رفيعة كثير هي الدرجة. اليوم هدول الصبايا نحن قادرين نطبق ريما طريقه اللاينر اللي حطت اياه، بتلبق لكل موديل او كمان في شيء حدا ما بتلبق له القصه؟ اكيد اكيد ممكن. اكيد مو كل الصبايا في شيء بيلبق، يعني ممكن رشا انت في شيء بيلبق لعيونك غير اللي بيلبق انا بيلبق لك نرمي هي اكيد انت بيلبق لك كل شيء انت بنرمي. تمام. فينا نعتبر الاطلاله خلصت تماما، يعني هي اللمسات الاخيره عم نشوفها، اللوك النهائي.
كمان حلو. هلا بحب لكم انه الروج كثير هلا دارج الالوان، عندك الالوان مثلا الضايجه كثير، مثلا لون التوتي، لون الفريز، كثير هلا هي الالوان. وبنفس الوقت اذا كنتي عامله ميك اب كثير قوي كمان دارج انه يكون الحمره كثير هاديه، يعني بدك تعملي انت توازن. او بده يكون تظهري الشيء تماما، او بدك تظهري العيون بطريقه كثير قويه. ريما بدنا نعجل، بدنا نعجل بالرسم لانه عندنا الموجب. هلا دائما بيقولوا الالوان الترابيه هي خاصه بالشتويه، بس بتحسي كمان انه بتعطي كثير بتعطي لطافه للوجه يعني طبعاً. هلأ باي وقت طبعا رح اقول لك شغله، هلا للشاشه كثير حلوه الالوان الترابيه بصراحه، يعني احلى بتطلع احلى. هلا شوفي حضري حالك، هلا بنشوفها احنا عم نحط الروج باخر هيك. شو ريما شو عم حط اللون؟ انا هلا عملت لها بالكونتور للصبيه تما، حددت لها تما، رجعت عم حط لها الروج، ثبتت لها اياها واعطيتها لون. والاطلاله صارت كامله معنا هلا النوجه حلوه يعني ولمسات ريما اكيد اليوم اضافت شيء. بدنا نشكرك اليوم لحضورك معنا خبيره التجميل ريما الحسينو، شكرا لك على كل التعب والمجهود يلي عم تقدمي لنا. اكيد تسلمي، شكرا لكم وكل عام وانتم بخير والمشاهدين وانت بالف خير. شكرا كثير لك اليوم لوجودك معنا ولكل النصائح المهمه اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك انجي، اهلا وسهلا يا انجي.